بدأت هذه التظاهرات باكرا بساحة التحرير خارج المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية. المظاهرات خرجت بعد أن أعلن مقتدى الصدر من مدينة النجف إيقاف كل عمل سياسي للتيار الصدري أي كتلة الأحرار ومقاطعته جلسات البرلمان. ودعا الصدر أتباعه إلى التظاهر واستمرار الاعتصام المفتوح في ساحة التحرير، لكن المشاركين فيها اقتحموا المنطقة الخضراء. تجاوز أسوار المنطقة الخضراء عجل بوصول المتظاهرين إلى أبواب البرلمان واختراقه. لا صوت يعلو على أصوات أتباع وأنصار مقتدى الصدر داخل مجلس النواب، المجلس الذي أخفق أعضاؤه في التصويت على تعديل حكومي، حكومة يريدها مقتدى الصدر والعبادي من التكنوقراط بدل نظام المحاصصة. لكن القوى السياسية داخل الحكومة الحالية تريد الحفاظ على مناصبها وحقائبها الوزارية. الشعب قد دخل في مكانه الصحيح ليحكم نفسه بنفسه، والشعب الآن معتصم في داخل قبة البرلمان. مطلبه الشرعي والوحيد هو إقالة الحكومة والمجيء بكابينة وزارية مستقلة تكنوقراط تمثل الشعب. كلا لهم ولمحاصصتهم، لقد هربوا من أبوابها ومن أسوارها علما أن الشعب دخلها سلمية. حكومة تكنوقراط قد تكون وقد لا تكون في جلسة طلب رئيس مجلس النواب أن تعقد الأسبوع المقبل بعد أن فشل في عقد جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وقد تحل أصوات المتظاهرين محل أصوات النواب ما لم يتحقق المراد.